السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالجميع. في السنوات القادمة أبي أحاول قدر المستطاع أختصر تاريخ دولة استمرت أكثر من 600 سنة. الدولة العثمانية تعد من أكبر الدول على مر التاريخ، حدودها من الجزائر شرقا إلى إيران غربا، وفي أوروبا وصلت إلى أسوار فيينا، ودخلت اليونان وبولندا وأجزاء من إيطاليا وأجزاء من النمسا. كل هذه المساحة الشاسعة يحكمها سلطان واحد. الدولة العثمانية 600 سنة، عادة الدولة تستمر طويلا يحصل فيها الضعف، فكانت الدولة في أول 200 سنة قوية، وفي 200 الثانية توقفت عن التمدد، وفي 200 الثالثة بدت بالانكماش والتقلص. الدولة العثمانية كانت دولة عسكرية وليست دولة دعوة. أضرب لكم مثال: لما فتح الصحابة والعرب الأوائل العراق والشام ومصر، دخل الناس في دين الله أفواجا، والسبب لأن العرب الأوائل والصحابة كانوا متواضعين، كانوا يخالطون الناس ويتزوجون منهم، يرون حسن خلقهم وعدلهم وإحسانهم، فكان هذا دافع لإدخال الناس أو دخول الناس في الإسلام. بعكس الدولة العثمانية كان عندهم طابع القسوة والغلظة. أما في العثمانيين فكان عكس العرب، تخيلوا فتحوا العثمانيين اليونان وصربيا 400 سنة، يعني 12 جيل مر عليهم ولم يستطيعوا أن يؤثروا فيهم، ولم يقبل الناس على الإسلام، بل لما سقط الدولة العثمانية كانوا أشد الناس عداوة وفتك بالمسلمين. دولة استمرت 600 سنة، فمن الطبيعي أن كلها حسنات وسيئات، ومن الإجحاف ذكر حسناتها أو ذكر سيئاتها فقط. فكان من حسناتها نشر الإسلام، ولم يستسقط القدس إلا بعد سقوط الدولة العثمانية. كان من سيئاتها لما سقط الأندلس، كانت في أوج عزها الدولة العثمانية ومع ذلك لم تنصر المسلمين في الأندلس. كان من سيئاتها انتشار التصوف وكثرة القبور والأضرحة وانتشار الجهل، لدرجة كان يذهب الحجيج إلى مكة ومعهم طبل ومزمار. وهذا حال كثير من الدول لا تخلو من أخطاء. انتشر التصوف في الدولة العثمانية كما انتشر الاعتزال عند بعض خلفاء الدولة العباسية، كما انتشر الظلم والقتل في الدولة العثمانية كذلك انتشر عند بعض خلفاء الدولة الأموية. هذه نبذة يسيرة عن الدولة العثمانية، وراح أنزل في السناب القادمة خريطة الدولة العثمانية.